نحن نعلم جيدا ان اللجنه التمكين وحكومه الحريه والتخيير سيسوا الاجهزه الاديه بما فيها النيابه والجهاز القضائي، وخير دليل على ذلك في هذه الايام تعيين النائب العام او رئيس القضاء. رئيس القضاء بيجي بعمل انترفيو امام محامين هم بيعملوا في المحاماه ولديهم ملفات في المحاكم، بيجي يعمل انترفيو امام محامين، المحامي يقول له انت بعدين لو مشيت تعمل شنو وتسوي شنو خطتك وكذا. محامي هو بيجي بيمتصل امام قاضي في محكمه، رئيس قضاء بيتم تعيينه اللي بيعمل له انترفيو هو محامي موجود في سوق المحاماه. فنحن وصلنا لمرحله صعبه جدا انه في فتره الحكومه الانتقاليه اللي هو شعار حريه سلام وعداله ينتهك فيها حقوق الاخرين، يسيس فيها جهاز الاجهزه الاديه بشكل بذيء. البلاغ ده موجود في نيابه اسمها نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله والارهاب ومكافحه الارهاب. النيابه ده ما كامل احترام لوكلاء النيابه الموجودين فيها، هم يعني ما مؤهلين في انهم يتحركوا في بلاغات كبيره زي دي ومواد مواد كبيره، لانه الزاحم اننا احنا اخر طلب قدمناه للاسف وكيل النيابه صدر قرار منه ما احترم حتى المحامين المقدمين الطلب، اسمائهم ما ذكرهم، المتهم منو ذاته ما ذكره، فقط يعني ال 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 القرار طلع بثلاث كلمات يرفض كل الطلبات المقدمه فقط، يعني ما معروف المتهم منو ولا المحامين المقدمين منو. فده اللي بخلينا نتكلم عن 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 مؤهلات وكلاء النيابه الموجودين في نيابه الجرائم الموجهه ضد الدوله. البلاغ ده بدا في فتره النائب العام الاسبق مولانا تاج السير الحبر، وهو اللي ساهم مساهم حقيقيه في تسييس النيابه في فترته، لانه البلاغ ده اتفتح زي ما قلت، اتفتح بدون بينات، اتفتح بدون معارضات، اغلب المتهمين فيها تم تلفيق التهم لهم تلفيقا، تم تجميع المتهمين له، يعني انا بلاغ مفتوح قبال ثلاثة شهور في متهم اصلا ما جزء منه ولا كان مذكور في البلاغ، فجاه يلقى نفسه هو يعني من ضمن الناس الموجودين في البلاغ. الان احنا استعنفنا قرار القرار اللي صدر من وكيل النيابه المختص لوكيل اول النيابه، نعمل في انه القرار ده يطلع يعني الطلب المقدم ده يعني يطلع لنا بقرار ايجابي يتم اطلاق سراح محمد علي الجزولي، كما تم اطلاق سراح سبع من المتهمين في ذات البلاغ. في تقديري اذا الموجودين كلهم في البلاغ هم مدانين يقدموا البلاغ ده للمحكمه، اذا 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 كلهم بريئين وافترض يبرئوهم ويشتروا البلاغ ده في مواجهتهم. وانا زي ما ذكرت الابقاء على الدكتور محمد علي الجزولي فقط لانه الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دوله القانون، لانه الدكتور محمد علي الجزولي العارض الحكومه الانتقاليه اللي بدا يفضح في سياسات الحكومه الانتقاليه، ما لاي جرم ارتكبه دكتور محمد علي. الان الحبس الفترة الموجود بها محمد علي الدكتور محمد علي الجزولي في الحبس، الفترة ده مخالف للوثيقة الدستورية ومخالف لنص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والنص المادة يمكن أنا ذكرتها في مؤتمرات صحفية كثيرة. نعم، إذا كان هذا جانب من تنوير المحامي بمستجدات قضية الجزولي. حديث عن قضية تسييس العدالة وأن لجنة التمكين وقول حرية التغيير عملت على تسييس العدالة كما يقول المحامي يصف، ثم بعد ذلك يستدل ببعض الاستدلالات عن أسباب اعتقال الجزولي ويتكلم عن قضية إفراج عن الناس في نفس البلاغ وإبقاء على آخرين، كيف تنظرون لما قاله المحامي؟ على كل موضوع تسييس القضاء أو تسييس العدالة هي مشكلة صاحبت الثورة السودانية منذ بداياتها، يعني منذ أن تولت الحرية والتغيير زمام الأمر فإن مشكلة التسييس مصاحبة لنا في كل الفترات، والذين ربما حتى يعني وكلاء النيابة الذين تعاقبوا على الموقع واضح جدا أن إشكالية التسييس هذه تواجه. لكن دعني أقول بأن أحيانا الثوار أو الثورات قد تجد بعض التأويل عندما يعني تفعل أشياء من الناحية السياسية والقانونية تجاه خصومها في النظام السابق، يعني يجدون لها كثيرا يقول لك والله هذا النظام فعل في الناس ومن حقنا أن نفعل فيه، يعني كثيرا ما مع أن هذا أخلاقيا
وقانونية ليس صحيحة. يعني النظام السابق إذا كان أصلا سلوكياته سيئة فليس من الحكمة أن تقتدي بذات النظام في سلوكياته، وبالتالي أنت عليك أن تعكس منظومة قيمية جديدة، نظام يعني قضائي وعدلي جديد مختلف عن النظام السابق، لكن أن يكون النظام السابق هو نفسه طريق يعني نفس طريقته هي اللي ماشية حتى هذه اللحظة، فهذه أول إشكالية كبيرة جدا من الناحية الأخلاقية. لكن العيب الكبير في أنه والله أمثال مثلا الجزولي، أحمد علي الجزولي، دكتور أحمد علي الجزولي كان من شخصيات الثورة الأساسية ومن أواخر الذين كانوا معتقلين في النظام السابق، يعني آخر سجين ربما أطلق سراحه في النظام السابق هو محمد علي الجزولي، وبالتالي لا أحد يزاود على أمثال محمد علي. أطلق يوم 11 أبريل ذاته. نعم، لا أحد يزاود عليه في أنه والله أحد الذين كانوا يعارضون النظام السابق وبشدة، يعني كان معارضته قوية. لكن دعني أقول بأن محمد علي أيضا من إشكالاته الحقيقية منذ البداية كان مدرك الأبعاد الأيديولوجية الخطيرة جدا لهذه الحكومة الحالية في تغيير الهوية، في تغيير موضوع الشريعة، في اقتحام أسوار الثوابت الوطنية والشرعية للشعب السوداني، وبالتالي يبدو أريد لمحمد علي الجزولي أن لا يكون في هذه اللحظة التي هم يفعلون فيها كل هذه الأفاعيل، لا من حيث اللسان والخطابة والقوة والثقة والقدرة كذلك على توصيل الرأي. أتصور أن محمد علي الجزولي كان من أقوى الشخصيات اللي يمكن فعلا كانت ترهق الحرية والتقرير وترهق الحكومة الحالية، وبالتالي مسألة التسييس في موضوع محمد علي الجزولي واضحة جدا ولا لبس فيها.